أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول نتمنى لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيننا حتى يعلمنا كيف نعيش، فهل مثل هذا الكلام جحد للأحاديث؟ لا يجوز هذا، كأن الرسول بيننا، الحمد لله الآن الرسول كأنه بيننا. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. كأن الرسول بيننا ببقاء الكتاب والسنة. وأيضا ما ندري لو أدركنا الرسول هل نتبعه، هل نثبت، أن زكي أنفسنا، هل نصبر معه على الجهاد مثل ما صبر المهاجرون والأنصار، ما ندري. الإنسان يرضى بالواقع ويعمل الأعمال الصالحة، والخير موجود ولله الحمد. كتاب والسنة كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لم تغير. نعم.